السلام عليكم. اليوم وصفتم وايتكم بهذا الصابلي اللي هو صابلي المحلات ولا صابلي المقاهي، يعني عبرت 250 غرام راح يدير لنا كميه لاباس بها، والحبه كما رانا نشوفوا يعني كبيره، حبه واحده مع كاس قهوه حليب راح تكون كافيه. يلا تبعي معايا باش تلاحظي يعني تكتشفي الطريقه كيفاش حضرته، والتزيين كما راكم تشوفوا زينته تزيين مختلف وكل واحده تزين كما حبت. يلا تبعي معايا للاخر باش تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هاد لي صابلي تاعنا اليوم اللي يذوب ويذوب ويذوب في الفم. واش راح نحتاجو في الوصفه؟ عندي 250 غرام مارغرين طريه اللي راح ندلها كاس تاع السكر رطب، نزيد معاهم نص كاس نتاع الزيت. انا ندير كلش مع بعض لانه رايحه نخدم بالباتر، لكن راح تخدمي بيدك ديري بالتدريج. ندير مغرفه صغيره تاع لافاني حتى الانسان شويه يسهل على روحه، ولا عندك بيترا دير في بيترا وخليه يدور. ندير عليهم ثلاث بيضات كاملين، ندير كلش في الاول لانه الباتر راح يسهل عليا. ونخلط كل شيء بالباتر حتى نتحسوا على خليط اللي يكون كريمي. إذن بسم الله. اذا اول خليط حصلت عليه كريمي، من بعد واش ندير؟ ندير شويه تاع فارينة. دوك انا في لي صابلي ما نديرش المايزينا، ندير الزيت، يعني الزيت يعطينا نفس القوام اللي نديروه تاع المايزينا. علاش نزيد المايزينا؟ انا وحده من الناس ما نحبش بزاف المايزينا، الا درت يا ربي زوج مغارف كبار، لكن انت تقدري ديري حتى نص كاس نتاع المايزينا مع كيس تاع خميره الحلوى 10 غرام اللي رايحه نديرو. دائما الخميره تتماشى مع الفارينه. ونبدا نلمو في العجينه تاعنا غير بالعقل، عجينه الصابلي تتلم ما تتعجنش. إذا نبقى نزيد في الفارينة تتسلم لي العجينة تاعنا، شفتو غير بالأصابع، يعني هادو من أسرار نجاح عجينة الصابلي. وكي طيب مش رايح يعني يتغير الشكل نتاعو. اذا ها هي العجينه اللي تحصلت عليها، تكون طريه وما تلصقش في اليد. شحال دات لي فارينه؟ دات لي هكداك قريب 800 غرام، يعني راح تدي 700 800 غرام على حساب البيض نتاعك. ونبدا بتشكيل الصابلي تاعنا. انا خيرت طابع يكون شويه كبير، رقم 80، يعني تاع المحلات ولا تاع المقاهي يجي كبير ويجي كبير على هذا. انا خيرت هذا وهذه باش ندير هكذا ثقب في الوسط. اذا دائما استعملي كيس بلاستيكي، هذيك قاعده دائما نذكر هذا الشيء، ديري كيس بلاستيكي ما راكي خاسره والو، تردي الحبه بكل سهوله، ما تجيكش العجينه ما تجيكش مشقه، مش راح تزيدي الفارينه كل مره. يعني هادو كامل ايجابيات نتاع الكيس البلاستيكي. اذا ندير عليه ساشي من فوق هكذا باش ما يستقليش في الحلال، ونبدا نفتح. يعني هاد هاد لي زاستوس بالك تيتبان لك بلي حاجه ماشي مهمه، لكن هي مهمه في نجاح الوصفه. اذا نفتح العجينه تاعنا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه. اذا ها هي العجينه تاعنا، شوفوا تخرج العجينه نقيه، نطبع دوائر. دوك هو معروف بشكل دائره، نديروه دائره. اذا نطبع نرفد هذا فاش مليح الكيس بلاستيكي. شوفوا الحبه هذيك هي كي تخمر، ندير حبه فوق حبه يجونا هذيك هي، ونديرهم في السنيوه. من بعد ما درتهم في السنيوه، انا هذا الثقب الوسطاني ما نديروش فوق البلان دو ترافاي، لانه كي ترفديها وهي متقوبه قادره تخسر لك. انا نديرو كي نحط الحبه في السنيوه، يعني احسن طريقه. ندير هكذا ثقب في الوسط. هذاك الثقب اللي درتو الاول حسيتو صغير، يلا هذا خير. ايت انا عاود نثقبهم كاملين هكذا في الوسط، ونحي الوسطاني بالموس. شفتوا العمليه هكذا تجينا سهله، والحبه يعني مش رايحه تفسد لك. اذا
نحسب كل حبه مع اختها وندخل من الفرن ل 170 درجه 180 حتى يطيبوا. نحب لي صابلي شويه محمرين، علاش؟ باش كي يطبلوا يطراو ماش راح يجملوا معجنين. لا خليتهم بيضه حسيت ولات معجنه، لكن لا حمرتيها تولي بنينه. اذا نطيب كامل ونكمل كامل العجينه اللي عندي ونرجع لكم. اذا ها هي الكميه اللي عملتها لي العجينه، شوفوا ما شاء الله والحبه كبيره، شفتوا؟ ها هو معنا يعني كامله. تاكلي حبه ما تزيديش مع كاس قهوه حليب، حبيتي تصغري هيقطع لك اكثر. اذا دوك ندوزو للتزيين. التزيين الاول واش راح ندير؟ راح ندير شوكولا. هنا عندي اوبتيلا شوكولا بالحليب اللي رايحه نقطعها قطع صغيره. دائما شوكولا تتقطع هكذا قطع صغيره صغيره قبل ما نذوبوها في حمام مائي، ولكن ما تقدري تذوبيها في الميكرووند، لكن كل 20 سكوند كل 20 ثانيه تخلطيها. اذا نقطعها، اذا نديرها في طبسي هكذا هابط. انا راح نذوبها في الميكرووند، اذا كل 10 ثواني نخلطها. اذا نذوبها ونرجع لكم. بعد ما ذوبتها ندلها شويه نتاع الزيت، دائما شوكولا ندير لها شويه نتاع الزيت ونخلطها مليح مليح حتى تتجانس عفوا وتنطلق لنا. ها هي الشوكولا نتاعنا، نبدا نخلطها مليح مليح حتى تولي متجانسه. اذا راح ندير حبات بالشوكولا كيفاش نغلاسيهم، غير هكذا بهذه الطريقه. ها هي معنا، ندير حبات فقط ماشي بزاف، يعني نقسم كل كميه كيفاش نزينها. اذا لو حبات كيفاش نديرهم، هذيك الشوكولا اللي بقات لي درتها هكذا في كيس جيطات اللي رايحه نديرهم. نقطع شويه بالمقص هكذا من تحت وندير هكذا خطوط، يعني ندير هكا تزيين مختلف كل حبات كيفاش نديرهم. اذا بهذه الطريقه هادو الاولين نشفو شويه كيما هادي نشفت، نزيد لها هكذا خطوط لكن حتى تنشف، ماشي هي ماشي ناشفه ندلها بالشوكولا لانه مش راح تبان، راح تدخل في بعضها وما تبانش حتى تنشف شويه هكذا. اذا حبات نديرهم بالسكر غلاس، اللي رايحه ندير السكر غلاس هكذا في الصفايه، يعني راح نديرو كامل الاذواق وكل وحده دير واش تحب هكذا. إذا لو حبات كيفاش نديرهم، نحكم هكذا الحبه هذه قبل ما نلصقهم كامله. عندي هنا كميه نتاع المعجون اللي راح ندير هكذا على الفوق بهذه الطريقه، وعندي هنا اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ولا جوز الهند كيما حبيتي، تقدري تحمصي تقدري ديري هكذا كبيض ونلصقو على الوجه. اللوز ايفيلي نكسروه شويه ما نخلوش هكذا كبير. ها هي الحبه تاع الحلوه تاعنا. اذا نكمل الحبات اللي عندي، يعني درنا كامل الاذواق هكذا باش يجينا ان بلاطو منوع، يعني ما متيه في الدار، نوعي يكون عندك ضياف ديري بهذه الطريقه. اذا من بعد نحكم ونلصق كل حبه مع اختها وندير غير شويه معجون، ما تكثروش بزاف، يعني ماشي تكثري، ونلصق حبه مع حبه بهذه الطريقه. اذا نحطو ينشف، لصق كامل الحبات اللي عندي هكذا. يعني هي الخدمه تاعو صح حقيقه، تشد اليد لا في الطياب ولا في التزيين، لكن يستاهل. يلا لصقهم كاملين. اذا هاي الحلوه بعد ما لصقتهم كاملين اللي زينتهم، نخليهم حتى ينشفوا باش نعمروا هذا الثقب باش يخرج لنا الشكل تاعهم شباب. في الاخير راح نزين الصابلين تاعنا، راح نديروا لاجولي هنا في هذا الثقب. تقدروا ديروا معجون عادي، فقط لاجولي يعطينا لون شباب، يبان ترونسبارون يعني ويضاين ما ينشفش، ماشي كيما المعجون. المعجون راح يشربوا الصابلي. اذا استعملت لاجولي، ها هي اللي هو الناباج. واش راح ندير؟ سخنتها في الفوق، كي تسخنيها في الفوق راح تولي جاريه كيما انا نشوفوا فيها، وندير لها ملون احمر. دوك انا حبيت نديرو احمر هكذا باش يبان لنا شباب، نخلطو مليح مليح. بعد هذا الناباج كي ينشف يولي جولي. اذا لو نعمر هاد الثقوب، راك تشوفي هاد لاجولي تبان لكم جاريه، لكن غير تبرد رايحه تجمد بهذه الطريقه. شوف الشكل تاعها شحال يجينا شباب، يجي رائع. اذا نكمل نعمرهم كاملين ونخلي هذيك لاجولي تعاود تشد روحها باش نقدمهم.
الوصفة تاعها اليوم هاي معنا واجدة. دوك انا راجلي يعني مازال ما نشفتش مليح مليح هكذا باش نكملوا لا فيديو فقط. شوفوا داك البلاطو المتنوع الرائع، يجوك الضياف انت ووليداتك اللي حبت تخدم على روحها. يلا شوفوا معايا فقط، كاين بنات يطلبوا لي الثمن، والله ما نعرف يا البنات، حطوا تعاليق، ممكن تكون وحده ولا عندها يعني خبره في هذا المجال راح تعطينا رايها وشحال يتباع للمحلات ولا كي حبي تبيعيه للمقاهي. شوفوا معنا كيفاش جا. انا عملت تزيين مختلف، هذا بالمكسرات، هذا بالسكر غلاس، بالشوكولا، وهذا غير خطوط بالشوكولا، وانتي ديري يعني التزيين اللي يناسبك. راح نقسمو حبه باش نشوفوا القوام تاع هاد الصابلي كيفاش عامل. انا واحده من الناس نعشق الصابلي كيكون جديد، نحبو كيكون جديد هذاك النهار اللي يطيب، لانه تجي فيه واحد القرمشه مع الهشاشه تحفه، وكل ما يطول بطبيعه الحال راح يطلع. اذا راح نقسمو حبه، ها هو معنا، بسم الله تحفه مرمل. كما سبق وذكرت انا ما نستعملش كامل لا مايزينا، لانه هذيك الزيت هي اللي تدلك هذيك الهشاشه. تحفه، شوفوا كيفاش طيبته محمر، الله الله عليه. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.